طيب الله أوقاتكم. طيب أذان المغرب في تونس شارع الخليج بالطيبة 10 شوارع تونس. الشتاوي تونس ترى جميلة جدا. المكان بيفكرك بخان الخليلي وبعض أماكن اسكندرية. شو اسمه المسجد ده؟ حقا لا اله الا الله. يا ريت كل يوم سبسكرايب الصفحه بتاعتنا على يوتيوب فارس منهاتن عشان نخلصهم كل جديد وغريب وظريف ولطيف في تونس.